قرية النبع وشصر، قرية تابعة لمديرية طور الباح بمحافظة لحج، يبلغ عدد سكانها 1091 أسرة. رغم تعاقب الحكومة والقيادات إلا أن أقدامهم لم تطأ هذه العزل. محرومة من جميع الإمكانيات، الدولة لم تصلح لها أي شيء في هذه المنطقة، ولا يدخلها أي مسؤول من أبناء من مسؤولي المنطقة في المحافظة أو في المديرية. الزائر لهذا المكان يعود للأذهان زمنا لطالما عهدنا أن نسمعه في القصص والحكايات الغابرة، فالراحل إليه يجد صعوبة في الوصول إليها لوعورة طريقها، زمن تنعدم فيه الخدمات العامة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والطرقات. لا معانا طرقات، لا معانا مستشفيات، لا معانا مكان، هي مطلوبات تطلبها للمواطنين، لا مدرسة، مدرسة فيها مدرسة بس إنها مش فاضية تدرس عيالنا من شان الماي، إن الماي ماشي في عندنا ماي، معانا غير بعيد، وكدينا البنات يجيبوا ماي، والصاعات لما جت أحدى. الناس هنا يعيشون على تربية المشية والحطب والفحم من أجل توفير لقمة العيش، إلا أن ذلك غير كافي، فالحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح جعلت الحياة صعبة على أرباب الأسر، مما دفعهم إلى طلب المناشدة إلى الجهات المختصة بالالتفات إليهم وتلبية حاجياتهم. ونطالب الدولة أن تنظر إلينا. الماء هو المطلب الرئيسي من ضمن المطالب التي تعاني من هذه القرى. يعني نشتي تتوفر أولا بالدرجة الأولى هي المياه. قريتان ظل يكتنفهم الغموض والحرمان والظلم وغياب أبسط مقومة الحياة الواجب توفرها في هذا الزمان. مختار شعتل من منطقتي النبعات وشصر بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.